السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله الحمد لله ذي العز والكبرياء القائل على لسان رسوله الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بوصية الله للأولين والآخرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أيها المسلمون إن أول ذنب عصي الله به هو الكبر الذي صدر من إبليس نعوذ بالله منه حينما أمره الله تعالى بالسجود لآدم يقول عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقد حصل له من جراء فعله هذا ما قصه الله علينا في كتابه العزيز قال اخرج منها مذءوما مدحورا وإن من أجمل الأخلاق التي حث عليها ديننا الحنيف خلق التواضع
ومن معانيه خفض الجناح وحسن التعامل مع الجميع. ومن علامات التواضع هو الخضوع للحق والانقياد له وقبوله ممن جاء به، أي قبول الحق أيًا كان قائله ومصدره. وهو خلق حميد ومن خصال المتقين وشيم الصالحين ومن ثمار الإيمان ودلالة على طهارة النفس. وهو خلق الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وصفة من صفاتهم رباهم الله على التواضع فربوا أتباعهم عليه. وقد خاطب الله تبارك وتعالى نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم بأن يتحلى بهذا الخلق الرفيع، فقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ونهاه سبحانه عن الكبر والخيلاء، فقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله من السمات التي ينبغي أن يتميز بها كل من ينتمي لهذا الدين. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالتواضع والرأفة والرحمة للمؤمنين عزة، أما الانحناء للكفار والعصاة فهو ذلة واستكانة. وهذا المعنى يستطيع تحقيقه من تجرد عن حظوظ النفس الأمارة بالسوء وتغلب على هواه وشيطانه، ومن أدرك جيداً أن هذا الخلق الجميل هو خلق الأنبياء سيحدوه ذلك إلى التأسي بهم. عباد الله، التواضع لا يزيد المرء إلا رفعة وعزة، والصفة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم هي تواضع في غير ذلة، ولين في غير ضعف، ولين في غير ضعف ولا هوان. وقد وصف الله عباده بأنهم يمشون على الأرض هونا، أي في سكينة ووقار غير متكبرين. وسنعرض في هذه الخطبة صورا من تواضع سلفنا الصالح، فنقول وبالله التوفيق: إن خير من تواضع لله هو صفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. خيره الله سبحانه بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا تواضعا لله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم كريم الطبع، جميل المعاشرة، طلق الوجه، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم، متواضع في غير ذلة، لم ينتقم لنفسه قط. وكان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله حتى تحضر الصلاة، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، وكان يعود المريض ويشهد الجنازة، وكان يسلم على الصبيان ويبدأ من لقيه بالسلام، ولا يفرق في ذلك بين صغير وكبير أو أسود وأبيض أو حر وعبد. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتميز على أصحابه بل يشاركهم العمل، وكان يخسف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويركب الحمار ويأكل مع الخادم، وكان إذا أكل لعق أصابعه ويجالس المساكين، ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما، ويشتري الشيء من السوق بنفسه ويحمله بيديه. ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة
فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. رواه ابن ماجه. وحينما دخل النبي عليه السلام مكة فاتحا منتصرا، كادت رأسه أن تمس ظهر ناقته، حيث طأطأ رأسه لربه تواضعا أمن الله عليه بالفتح. وكان عليه السلام يقول: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. رواه الترمذي. وكان يجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء. يقول عليه السلام: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. فهذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعزة والرفعة في الدنيا والآخرة لا تأتي إلا بالاقتداء به واتباع هديه صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو بكر رضي الله عنه يخرج لوداع جيش المسلمين لمحاربة الروم بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان راكبا والخليفة أبو بكر يمشي. فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لأنزلن؟ فقال أبو بكر: والله لا أركبن ولا تنزلن، وما علي أن أغبر قدمي. وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. وكان يذهب إلى كوخ امرأة عجوز فقيرة، فيكنس لها كوخها وينظفه ويعد لها طعامها ويقضي حاجتها. وكان يحلب الغنم للنسوة العاجزات وللفتيات القاصرات كل صباح. فلما ولي الخلافة قالت بنات الحي: الآن لا يحلب لنا أبو بكر أغنامنا. فبلغ ذلك أبا بكر فقال: بلى والله لأحلبن لكن كما كنت أصنع من قبل، وأرجو أن لا يغيرني الله عن خلق كنت أعتاده قبل الخلافة. ورأى ابن الخطاب أبا بكر يخدم امرأة عجوزا وهي لا تعرف من هو أبو بكر، فقال: لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. وحمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدقيقة على ظهره، وذهب به إلى بيت امرأة لا تجد طعاما لأطفالها اليتامى، وأشعل النار وظل ينفخ حتى نضج الطعام، ولم ينصرف حتى أكل الأطفال وشبعوا. ويحكى أن رجلا جاء برسالة من كسرى إلى الخليفة عمر، فبحث عنه فوجده نائما تحت شجرة، وقيل لرسول كسرى: هذا هو أمير المؤمنين عمر. فقال الرجل: حكمت فعدلت، فأمنت فنمت يا عمر. والخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله نزل عليه ضيف، وأثناء جلوسهما انطفأ المصباح، فقام الخليفة عمر فأصلحه بنفسه. فقال له الضيف: يا أمير المؤمنين، لم لم تأمرني بذلك أو دعوت من يصلحه؟ فقال: قمت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيء، وخير الناس عند الله من كان متواضعا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مشى طلابه وراءه إلى المسجد، فسمع لأحذيتهم ولنعالهم ضجة وراءه، فقال: انصرفوا عني، فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي رفعه الله بالتقوى لا بالمنصب ولا بالشهرة ولا بالمال، كان يحمل الحطب على كتفيه، يشتري الحطب ليوقده حتى يقي أبناءه من البرد، فيتواثب الناس ليحملوها عنه، ويقال له: كيف تحمل وأنت الإمام أحمد؟ قال: لا يحملها إلا أحمد، ونحن قوم مساكين، لولا ستر الله لافتضحنا.
ونماذج التواضع من هدي السلف كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. أيها الإخوة، من أعظم ما يعاقب به العبد في هذه الدنيا أن يجهل حقيقة نفسه، فإذا كان الإنسان بهذه المثابة فقد جمع أنواعاً من الشرور والمنكرات، وكان حاله كمن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسناً فلا يصدر منه إلا خطأً. والناس بأمس الحاجة إلى التذكير بأهمية التواضع، حيث أن أسباب التمايز بينهم موجودة والدوافع إلى أضدادها مغرية وسهلة منال. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أسباباً لجلب التواضع للنفس فقال: التواضع يتولد من العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق التواضع، وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الأحبة، مما لا يخفى أن التواضع يكون في مجالات كثيرة، نذكر منها: تواضع العبد عند أمر الله امتثالاً وعند نهيه اجتنابًا. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن النفس لطلب الراحة تتلكأ في أمره، فيبدو منها نوع إباء وهرباً من العبودية، وتتوقف عند نهيه طلباً للظفر بما منع منه. فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية. ومنها تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزمته وكبريائه. يقول ابن القيم رحمه الله: فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه ذلك، فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبه واطمأن لهيبته وأخبت لسلطانه. فهذا غاية التواضع، وهو يستلزم الأول من غير عكس. والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين، والله المستعان. ومنها التواضع في اللباس والمشية. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري. ومنها التواضع مع الوالدين. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومنها التواضع في التعامل مع الزوجة وإعانتها. عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: وفيه الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل لأهله. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة له قط، كما في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له قط. ومنها التواضع مع الأولاد والصغار وموازحتهم. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ رواه البخاري ومسلم. قال النووي: النغير هو طائر صغير. ومنها التواضع مع المفضول، فيعمل معه ويعينه. عن البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه، يقول: لولا أنت ما اهتدينا نحن، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا إن الأولي. وربما قال الملأ: قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. رواه البخاري ومسلم.
ومنها التواضع مع الخدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. رواه البخاري ومسلم. وأخيرا التواضع مع عموم الناس، كمن نعمل تحت إدارته والأقرباء وأولي الأرحام والجيران، كما يجب أن نتواضع ونشفق على من يعمل معنا أو تحت إدارتنا، امتثالا لقوله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. هذه أيها الإخوة من أنواع التواضع المطلوب، فلنتحلى بها ولنسعى إلى تحقيقها ما أمكننا ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، من تواضع له رفعه، ومن تكبر وتجبر قصمه ووضعه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا منازع. والصلاة والسلام على أستاذ البشرية الذي خلقه القرآن وقال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وعلى أصحابه الأطهار والخلفاء الراشدين والتابعين الأخيار ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التواضع ليس ضعفاً في الشخصية، ولا أن يمشي الرجل مشية الهلكة يخفض صوته ويحني رأسه، إنما هي دلالات الحكمة وصفات لعباد الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الشيطان يزين لضعفاء النفوس أمورهم حتى يصبح أحدهم كالبلون، فيرى نفسه الأعلى وينظر للناس باحتقار وازدراء. إبليس إمام المتكبرين، يقول لربه حين أمره بالسجود لآدم عليه السلام ولم يمتثل، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وتبع إبليس طائفة من البشر كفرعون، قال: أنا ربكم الأعلى. وقال النمرود: أنا أحيي وأميت. فالكبر داء عظيم، والتواضع خلق كريم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. المتكبرون أول من تبحث النار عنهم، وهم وقودها، ويحشرون على أمثال الذر، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون لجهنم جزاء لكبرياء نفوسهم. فيا ويح من تعالى على شريعة ربه وسخر منها، فكم من جاهل أهلكه من حوله فحسبوه عالما مبجلا وقبلوا رأسه، وكم من مسؤول نوفق له فانتفش وانتفخ، وكم من صاحب مال تكبر وطغى لسعة المال كقارون، وكم من متعال لمنصبه ومركزه، وكم من متباهٍ بقبيلته وعشيرته فعتى، وكم من مغرور مسرور بشكله أو عضلاته فاختال، وكم من جاهل سار على الأرض متكبرا كأنه لا يطأها فمضى في ضلاله. في مجتمعنا هذا أيها الإخوة عدد ممن فقدوا هذا الخلق الكريم وهو التواضع. إذا رزقهم الله مالا تكبروا، أو رزقهم وظيفة أو شهادة علمية رفيعة، أو جاها ونفوذا في المجتمع وعند المسلمين، أو كانوا ذوي نسب وسيادة، فتجد البعض منهم يتكبر على الضعفاء والمساكين ويمتنع من مخالطتهم والأكل معهم أو مجالستهم، واغتر بجاهه وانصرف حتى عن أقرب الناس كالوالدين والإخوة والأقارب والجيران. وليعلم من كان هذا حاله أن الله سبحانه يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالنسب لم ينفع أبا جهل وأبا لهب وغيرهم من صناديد الكفر والإباء، فكانوا من أهل النار.
كما أنه لم يبعد بلالا وصهيبا وسلمان الفارسي رضوان الله عليهم فكانوا من أهل الجنة. اسمع لقول الخليفة عمر رضي الله عنه: وهو أول من جهر بالإسلام وسراج أهل الجنة الذي وافق القرآن رأيه، الذي لما أسلم نزل جبريل فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر في يوم جمع عمر الناس وصعد المنبر وقال: كنت أجيرا عند بني فلان، وكنت أرعى الغنم لبني فلان، وتكلم على هذا النحو. فلما نزل عاتبه بعض الناس بأن لا داعي لذكر ذلك، فقال: أعجبتني نفسي فقالت: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فأردت أن أذلها. رضي الله عنك يا عمر. واجتمع الصحابة في مجلس لم يكن معهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وجلس أبو ذر معهم، وكان فيه حدة وحرارة، فتكلم الناس في موضوع ما، فاقترح أبو ذر في الجيش أن يفعل به كذا وكذا. قال بلال: لا، هذا الاقتراح خطأ. فقال أبو ذر: حتى أنت يا ابن السوداء تخطئني؟ فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، فغضب صلى الله عليه وسلم، فأتى أبو ذر إلى المسجد مسرعا، فقال له النبي عليه السلام: يا أبا ذر، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فبكى أبو ذر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، استغفر لي. ثم خرج باكيا من المسجد، وأقبل بلال ماشيا، فطرح أبو ذر رأسه في طريق بلال ووضع خده على التراب وقال: يا والله يا بلال، لا أرفع خدي عن التراب حتى تطأه برجلك، أنت الكريم وأنا المعان. فأخذ بلال يبكي واقترب وقبل خده، ثم قام وتعانقا وتباكيا. فيا أمة الإسلام، انظروا كيف يربي الإسلام رجاله. إن أمة الإسلام سادت بدينها لأنها عرفت حقائق الأمور، فلا لنعرة عرقية ولا عصبية جاهلية ولا أموال ومراكز. بالدين يكون المرء عزيزا، يستشعر عظمة ربه وينكسر له تواضعا، يتحرى عيوب نفسه ويجتهد في إصلاحها، يحتقر الدنيا ويخاف يوم الوعيد. هكذا يتوخى العظماء التواضع. لن يغنيك مالك ولا جاهك ولا سيارتك ولا قصرك الشاهق ولا شهادتك العلمية عن ربك. فلماذا الاستعلاء والتكبر والخيلاء والغرور؟ انظر لنفسك مما خلقت من نطفة قذرة، مصيرك إلى قبر تصير فيه جيفة منتنة. واعلم أخي أن الكبر ممكن أن يقود صاحبه إلى الكفر، والمتكبر لا يرى حقا ولا يدرك خيرا، والمتكبرون قلوبهم مقفلة وأبصارهم مظلمة. وإذا ما بادر الكبر إلى قلبك فافزع إلى الله واذكره واعبده وأطعه، واحذر أن يمتد الكبر إلى قلبك فيصعب علاجه. كن يا أخي كالسنبلة المليئة بالقمح، تنحني تواضعا، أما الفارغة فتتعالى وهي جوفاء. كن كالماء ينساب تواضعا وفيه كل الخير، وتواضع لربك الذي خلقك فسواك فعدلك، واعبده حقا. تواضع لوالديك ولإخوانك المسلمين، تواضع مهما كان علمك أو رصيدك أو مركزك، واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فتب إلى الله واستغفره. ألا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة، فقد أمركم الله بذلك، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 110. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسول الهدى نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أئمتنا وولاة أمرنا، واجعلهم على الحق ظاهرين. اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك. اللهم انصر أخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اصلح أولادنا واجعلهم لنا خلفا صالحا، ولا تجعلهم علينا وبالا. اللهم من كان منهم صالحا فزده صلاحا، ومن كان منهم ضالا فرده إليك ردا جميلا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى والبر والتقوى. اللهم من عليهم بالاعتصام بحبلك المتين وبشرعك المبين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم أنهم في قبورهم يتلهفون ينتظرون الهدايا من الأحياء. اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا، ومن كان منهم مهموما فبدل حزنه فرحا وسرورا. وارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت جناجب التراب وحدنا. اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لم يرج غيرك ولا وثق بأحد سواك. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واعف عن زلاتنا. اللهم ارزقنا الاستقامة على الدين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وأجرنا من النار ومن فتنة القبر والدجال، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.